حاضر اللي انا فيه، شنو انا وشنو شنو كاين دابا. انا شنو يمكن لي نتكلم على الماضي شنو وقع، ولا الحديث ديال هادشي ما عنده فاش يهمني، عنده فاش يفيدني. الانسان كيتكلم على الحاضر شنو وقع، شنو يمكن له يتصلح، شنو كاين دار. هادشي الانسان اللي يمكن له يتكلم عليه. انا شي حوايج اخرى انا غادي يستفيد، يعني لا كيقول لك النظر على الانسان، كيحاول الانسان النظر ديالو بطريقته داكشي باش يمكن له يكسب شي حاجه مزيانه، يدخل شي حوايج ديالو، شي حاجه اللي تساعده باش يتشافى، شي حوايج اخرين. انا بقيت كنتكلم دينا على الماضي ما عمره ما ينجح. الانسان كيتكلم على الحاضر، انا كنتكلم دابا على الحاضر لان الحاله ديالي دابا ضايعه، يدي ما عنديش خدمه، ما عنديش باش نعيش، المستقبل ديالي ضايع، العائله ديالي متشرده، انا عندي على مستند. هادشي اللي يمكن لي نقول، الحاله ديالي يعني متدهوره واحد الدرجه ما تصورش. هادي يمكن شي نبقى لك صافي. الفاعل الاصلي خد العقاب ديالو والجزاء ديالو اللي عرفت المحكمة شنو هو المناسب ليه للسجن المؤبد. هذا من ناحية. من ناحية الثانية كنلقاو الضحية خاصها تعويض، لأنه التعويض ديالها ماشي أنه الفاعل المجرم يمشي للسجن، وإنما خاص تعويض، حرمانها من العمل، ضاعت عليها الفرصة ديال الخروج إلى المجتمع، ضاعت عليها فرصة الشباب والاستفادة منه، عندها تعويض عن الألم، والألم كان حاد جدا بشهادة الأطباء اللي عينوها، عندها تعويض عن الضرر الجمالي لو بريجوديس استيتيك. هاد الفتاة ضاعت عليها حتى الثقة في النفس، في الكلام مع الناس ومباشرة الشارع بكل حرية. وهاد المسائل كلها لازم ياخذها القضاء بعين الاعتبار. وفعلا هذا الشيء اللي كان من خلال السرد ديال القضيه، اضافه الى العجز الكبير اللي هو العجز الجسماني والبريجيديس كوربوريل، ضعف في اليدين، في الذراع، في الكتف. هاد السيده ما يمكنش تباشر الاعمال ديالها كسائر الناس ومن قبل ما يحصل لها هذا الشيء. اذا من بعد العلاج التام اللي كنتمناه يكون كيناسب ولا الشخصيه ديالها، يمكن ان تجرى خبره، وهذه الخبره لازم تكون شامله، تحدد فيها النسبه البورسونتاج ديال العجز والاضرار التشويهيه والجماليه، وكيبقى للقاضي كامل الصلاحيه في تحديد القدر الممكن منحوه لهذه الفتاه.